ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. النائب محمد الطائي قال إن المرشحين يحاولون كسب الناخب من خلال الخدمات والهدايا. إلى أي مدى تعتقد أن هذه السبل يمكن أن تؤثر على شكل البرلمان المقبل؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا بك. في كل انتخابات يخرج علينا المرشحين بطرق مختلفة لكسب الناخبين عبر شراء بطاقات انتخابية مثل ما سمعنا أخيرا، أو عبر تقديم بعض الهدايا العينية لهم، أو عبر استغلال حاجتهم لبعض الحاجيات المنزلية مثل بطانية، مثل مدفأة، مثل إلى آخره. فدائما ما تحدث هذه الحالات في جميع محافظات العراق نتيجة الفقر المدقع الذي يمر به العراقيون بعدما نخر الفساد الدولة العراقية التي أتت عبر تلك العملية السياسية المزيفة والعملية الانتخابية التي تسمى بالديمقراطية مزيفة. إذا كانت الهدايا والرشا حاضرة، إلا أن تهديدات أيضا حاضرة أستاذ زياد في هذه الانتخابات بحسب زعماء عشائر، إلى أي مدى يعني ترى أن قوة السلاح يمكن أن تؤثر في مناطق بعينها في العراق؟ العراق اليوم يشهد إرباك أمني كبير. العراق يشهد الآن سطوة المسلحين والميليشيات في جميع أجزاء العراق. الأحزاب لها أذرع عسكرية موجودة في العاصمة بغداد وفي المحافظات الجنوبية وكذلك في المحافظات الغربية وحتى الشمالية. هناك ميليشيات يزيدية، هناك بشمرقة، هناك قوات أسايش تابعة لأحزاب، هناك تيم ميليشيا تابعة لإيران، هناك حشد عشائري تابع إلى رئاسة الوزراء، هناك وزراء لديهم ميليشيات. فأعتقد بأن اللغة السلاحية ما ستسود في المحصلة في فترة الانتخابات، والتهديدات لربما ليست فقط من قبل شيوخ عشائر أو قادة ميليشيات، حتى رجال دين. اليوم شاهدت بأن رجال الدين لا يقبلون، مثل كاظم الحائري لا يقبل بأي شخص علماني أو ليبرالي يرشح الانتخابات، فلا يجب إلا انتخاب الأشخاص الفاسدين من الأحزاب الفاسدة التي تحكم العراق من 2003 ولحد الآن. هناك أيضا ضغوط على هيئة المساءلة والعدالة للتراجع عن اجتثاث مرشحين، إلى أي مدى تعتقد أن هذا سيغير شكل الصراع السياسي في الانتخابات المقبلة؟ المساءلة والعدالة هي هيئة تقوم بمراجعة ملفات الأشخاص الذين هم بدرجة عضو فرقة وصعودا من حزب البعث. أعتقد بأن البعثيين أنفسهم لا يرشحون. هناك من يتقلب ويدخل في العملية السياسية ويدخل في أي قائمة، مثل خالد الحبيدي. عندنا لدينا مجتث ومثبت عليه الاجتثاث ومثبت عليه الفساد، كان في قائمة معينة والآن في قائمة أخرى يمثل حزب الدعوة في مدينة الموصل. وهكذا هو حال السياسيين جميعا. فأعتقد بأن هيئة المساءلة والعدالة تعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل قادة الكتل السياسية وقادة الأحزاب الكبرى، بحيث يقبلون مجموعة ولا يقبلون مجموعة أخرى، وهذا ما يعني يدور في مجالسهم الخاصة، فهم يعترفون بذلك. المرجع جواد الخالصي وصف الانتخابات البرلمانية بالمزيفة وصنيعة الاحتلال، إلى أي مدى يمكن أن يخرج هذا التصريح أو يخرج هذا التصريح قطاعا من الناخبين من دائرة المصوتين؟ لا أعتقد بأنه له تأثير كبير. هيئة علماء المسلمين دائما تقول هذا الكلام، جواد الخالصي، كافة التيارات الوطنية والدينية الشريفة التي ترفض الاحتلال دائما ما تقول هذا الشيء. لكن للأسف حتى لو لم يذهب أي مواطن للانتخابات سوف تجري الإرادة الدولية، وأمريكا وإيران متفقة في العراق، وهم من يتحكمون بالوضع هناك،
وأعتقد أنه وضع مثالي حسب وجهة نظرهم، فالفساد مستشري والعراق هي جهل وتخلف وتدمير وخراب. أعتقد بأنها ظروف مثالية تعتبر لبقاء القوات الأمريكية وبقاء النفوذ الإيراني بشكل كبير جدا، لذلك يجب أن تستمر هذه العملية وهذه المهزلة السياسية، وستجري حتى لو لم يذهب أي مواطن عراقي للانتخابات. ما دام أنها ستجري، إلى أي مدى ترى أن هذه الأوضاع ربما التي تتشكل من خلال الصفقات السياسية يمكن أن تعيد الفاسدين إلى الحكومة المقبلة؟ نحن ما بين خيار الفاسد والأكثر فسادا، السيء والأكثر سوءا، ولذلك لا أعتقد بأن من سيأتي كوجه جديد هو سيبتكر طرق جديدة أكثر فسادا من سابقيه. السابقين اتخموا وتم سرقة مليارات الدولارات، هناك رئيس وزراء سلم محافظات إلى مجاميع مسلحة وسلم خزينة الدولة، لا يوجد حسابات ختامية، نتحدث عن موازنة ليست مقررة لحد الآن ونحن في الشهر الرابع، نتحدث عن دوامة من الفساد والإرباك الإداري الكبير الذي يعصب الدولة العراقية منذ 2003 ولحد الآن، ومع ذلك الإرادة الدولية تقول بأن العملية سوف تستمر وسيبقى الموقف على ما هو عليه، سواء أن تغيرت الوجوه أم لا تتغير، لأن الأساس باطل. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا من فيينا.